سيد رئيس مجلس النواب، سيد رئيس مجلس الوطني للصحافة، سيدات وسادة رؤساء وأعضاء الفرق والمجموعات النيابية، سيدات وسادة رؤساء الهيئات المهنية، حضرات سيدات والسادة، يسعدني الحضور معكم اليوم في أشغال هذا اليوم الدراسي الهام والذي يأتي 10 سنوات بعد انعقاد الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع المنطلق من مقر البرلمان، وكان فرصة للخروج بتوصية عامة في مسار تطور الإعلام ببلدنا، ذلك أن الإعلام خدمة عمومية ويعد شرطا أساسيا في مسار الديمقراطية لأي دولة. فالإعلام اليوم كان ولا يزال ضرورة في الحياة المواطنات والمواطنين، بشرط أن يكون إعلام جاد ومسؤول، يقدم المعلومة الصحيحة، يحارب الأخبار الزائفة، يمنح التحليل والرأي الذي يصب في تكوين النشأة وتطعيم المعرفة لدى العموم. لقد شهد الإعلام المغربي تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وساهم في بناء ديمقراطية لبلدنا، وكان من بين أهم ركائز الإصلاحات السياسية والدستورية التي عشناها جميعا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث ما فتئ جلالته يولي عناية خاصة للأسرة الإعلام الوطني بمختلف مكوناتها. وفي هذا الصدد علينا اليوم أن نقوم جميعا بتقييم المرحلة السابقة والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لا سيما بعد اعتماد بلدنا لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذ أردنا الإعلام مغربي قوي داخل الوطن وخارجه، كما سنقوم بمراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحافية والذي نعتبرها استثمار. وهنا أشكر وزارة المالية والسيد الوزير المتدف بالميزانية على انخراطه الدائم والقوي في ورش رفع من الدعم العمومي من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة ودفتر تحملات واضح ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة. إنما تتعرض له بلدنا من محاولات استفزاز بائسة من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا التوفر على وسائل إعلام مكتوبة مسموعة بصرية وإلكترونية حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة جلالات الملك إلى باقي سكان المنطقة والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. حضرات السيدات والسادة، إذ أردنا إعلام قوي وموضوعي يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرزين، علينا أولا النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع عبر تحيين الاتفاقية الجماعية ورفع من دخل أدنى للصحفيات والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية وضمان حقوقهم الاجتماعية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر خلق مؤسسة وطنية للنهوض بالأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية تماشيا مع الورش الملكي الحكيم للحماية الاجتماعية. فلا يعقل أن يبقى الصحفي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن حوار وطني للإعلام والمجتمع، فلا بد بالتذكير بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع الإعلام كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض آنذاك. ونحن نتحدث عن دور الصحافة في المجتمع، فلا تفوتني الفرصة بأن أهنئ جميع الإعلاميات والإعلاميين الذي واكبوا بشكل يومي ودقيق مجريات كأس العالم في قطر في الدولة الشقيقة قطر، والتي ستبقى راسخة في ذهون جميع المواطنات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن بفضل الإنجاز التاريخي لمنتخبنا الوطني المغربي الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم، وهو إنجاز نفتخر به طوال حياتنا بفضل السياسة الرياضية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث ما فتئ جلالته يولي عناية سامية بالرياضة والرياضيين المغاربة، ذلك أن نتائج سياسية جلالته الرشيدة تعطي نتائجها اليوم، وفي المقدمة ذلك أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، الاستثمار المواطن والمتبصر لجلالته. كما نشكر بالطبع اللاعبين، الطاقم التقني والطبي والإداري، أعضاء جامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي مقدمتهم سيد فوزي القجاع، والشكر للأسرة الإعلام الوطني على تغطيتها المتميزة سواء بقطر ومختلف مدن المملكة لهذا الإنجاز الوطني التاريخي، شكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.